مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة وكلام كتير في حلقة النهاردة عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وكمان المباراة المقبلة للأهلي، الأهلي والإسماعيلي في الدوري. مباراة الأهلي وفيتا كلوب أكيد ثلاث نقط كان نفسنا فيهم، ثلاث نقط كنا عايزين جدا ان احنا نحصل عليهم قبل مباراة العودة، ان انت تبقى مرتاح وانت رايح مباراة العودة. ولكن تعادل ممكن يكون مر، تعادل يضايق عشان حاجتين: اولا عدم وجود العدل او تعادل غير عادل زي ما بنقول، وكمان طبعا علشان ان انت كنت الاقرب، ودي بتضايق جدا في الكورة ان انت كنت الاقرب. بنتكلم على شوط اول حقيقة مع موسيماني، يمكن من افضل الاشواط اللي قدمها النادي الاهلي مع موسيماني، من ناحية الارقام بقى، الاستحواذ، الوصول للمرمى، الفرص اللي جات لك علشان تقدر ان انت تهدف، مفيش توفيق او في اهدار للفرص كتير. ده الحقيقة يمكن ضايق اللعيبة قبل ما يضايق جماهير النادي الاهلي، لانه كان فعلا النادي الاهلي هو الاقرب للفوز، ويمكن هجمة واحدة بس من الفريق الثاني قدرت ان هي يجيب هدف. التغييرات في الشوط الثاني كانت يعني رائعة من موسيماني، لأنه دكة الأهلي هي اللي جابت الهدفين، بنتكلم على محمد شريف، على مروان محسن، ولكن تيجي فجأة كده ضربة جزاء أو ركلة جزاء يحتسبها الحكم طبعا يعني غير صحيحة تماما، ما فيش اتنين يختلفوا عليها. ويمكن ده بيأكد اللي قلناه من أول إعلان عن عدم وجود الفار في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أنه قرار خاطئ تماما. يمكن كانت نتيجته شفناها النهاردة، وأعتقد أنه للأسف لسه هنشوفها تاني. على اي حال لسه فرصه التاهل طبعا موجوده، ولسه يعني لسه قدامنا كتير، ولسه مباريات جايه كتير هنتكلم عليها بالتفصيل.